اختتم جمعية الصيادلة اليوم مؤتمرها السنوي الثاني الذي تم افتتاحه بحضور معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة وسعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة وأكثر من 500 من الصيادلة والأطباء والمختصين. وخلال المؤتمر أكد معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة أهمية عقد مثل هذه المؤتمرات واللقاءات لتكون فرصة للصيادلة والكوادر الطبية والصحية للاطلاع على المستجدات في المجال الصحي والتطورات المتسارعة في عالم الدواء والصيدلة، والتي تتطلب من جميع المختصين الجهوزية والاستعداد للتعامل مع التحديات المستقبلية. من جانبها أكدت سعادة وزيرة الصحة على ما يشهده القطاع الصحي في المملكة من تطور ونماء وافتتاح لمزيد من المشاريع والخدمات الموجهة للمواطنين، منوهة سعادتها بأن هذه المؤتمرات والمبادرات والمنتديات العلمية تساعد في نشر كل ما هو جديد والاستفادة من الخبرات والتجارب. هذا ويتضمن مؤتمر جمعية الصيادلة عرض أوراق علمية متنوعة وإقامة ورش تدريبية متخصصة واستعراض مشاريع تطويرية وأكاديمية تغطي مختلف علوم الصيدلة والدواء والعلاج. هذا المؤتمر هو المؤتمر الثاني للصيدلة في منطقة الخليج، وإن شاء الله هذا يستمر كحدث سنوي مستمر على أساس دائما يقرب بين الدول الخليجية وبعض وتشوف النظم بيننا وبينهم التقدم والاستفادة من بعضنا بعض. في نفس الشركة نفس الشركات نفسها بعد تعرض كل عندها وتعرض الأشياء اللي يعني المعلومات الجديدة والاستكشافات الجديدة، وهي كلها يصب في مصلحة الخدمة الصحية في المنطقة كلها، والنهاية يصير الفائدة للمريض. احنا عاقدين هذا المؤتمر مؤتمر الصيادلة للسنة الثانية على التوالي، ولله الحمد لاقى اقبال كبير في المؤتمر الاول من جميع الحضور. السنة عدد المشاركين من الرعاة كان اكثر. الهدف من هذا المؤتمر طبعا الالتقاء بين جمعيات الصيادلة الخليجية لتبادل الأفكار وتبادل الخبرات والاستفادة من خبراتهم في هذا المجال. في عندنا على جانب هذا المؤتمر توجد عندنا عدة ورش، منها ورش خاصة بتطوير البرنامج الصيدلة، وكذلك بعد عندنا برنامج ثاني أو ورشة ثانية تخص له اليقظة الدوائية والكثير من الورش. ورقة العمل البحث اللي راح أطرحها إن شاء الله بالإنجليزي drug repurposing، يعني إعادة توظيف الأدوية، إعادة استخدامها لأغراض غير عن اللي تم إنشائها أو بحثها في أول مرة. مثلا عندنا بعض الأدوية مثلا أول مرة تستخدم لعلاج فرضا سكر، بعد كم سنة نكتشف أن لها فاعلية لعلاج سرطان أو لمنع السرطان، فنقوم نجري عليها أبحاث علشان استخدامها لهذا الغرض. طبعا الفوائد لهذا النمط لإعادة توظيف الأدوية كبيرة جدا، سرعة في اكتشاف الأدوية واستخدامها، رخص، الكوست أقل. مشاركتنا احنا يمكن تقديم التجربة السعودية في عدة مجالات ما يتعلق باستخدام الدواء وبناء برامج مبنية على القيمة المحققة لاستخدام الأدوية، وأيضا برامجنا المتعلقة بالصيدلة الكلينيكية. جميع هذه البرامج ومشاركة الخبرات جميلة جدا، كل هذا يصب في تطوير المهنة بشكل عام، أيضا رفع مستوى الرعاية الصحية.